الحكومة تعطي أمراً بقطع أشجار مصر، والمصريون يشكون في تحويل الخشب لفحم وتصديره لإسرائيل، وهو ما أدى لإزالة أو حتى تقليل المساحات الخضراء داخل محافظات الدولة. وقد وثق المواطنون قيام الجرافات بقطع الأشجار في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما أدى في النهاية لارتفاع درجات الحرارة لأرقام غير مسبوقة داخل مصر. كشف، منصة إلكترونية تسعى لكشف بواطن الأخبار وحقائق الأشياء على شكل تقارير مصورة أو برامج مقدمة. وقد وصلت حملة قطع الأشجار إلى المناطق الراقية داخل القاهرة وحولها من المدن الجديدة، فمؤخراً فوجئ سكان منطقة الشيخ زايد بتجريف وقطع الأشجار بحجة توسيع الطريق. وبعد أن انتهت الحملة من إزالة الأشجار، تم رصف الطريق على حالته السابقة دون توسعة، وهو ما أثار غضب سكان المنطقة. لكن ما تزال شكوك المواطنين في أن قطع الأشجار بسبب تصدير الفحم لإسرائيل لا أساس لها، فقد ربطوا بين صورة لفحم مصري من داخل إسرائيل وبين قطع الأشجار. ومما ساعدهم على هذا الربط ارتفاع معدلات تصدير الفحم هذا العام. فمن وجهة نظرك، هل الربط منطقي أم أنها مجرد تكهنات لا أساس لها؟